معلش يا حبيب، خدوا النبي الفطار ده وديه للنام. طب ابرز يخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطن ويروح يشوف اكل عيش. يا استاذ لمبي، يا استاذ لمبي، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبي. طب ثواني ونزل. هاتيا هاتيا، ما هو بقول لك هاتيا، ما بقول لك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه المغربي بلد. هات، انت طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد روح بجنيه اهو. احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرايب عقاريه لسوء الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك للحيط وقفاك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت يال. لودة لودة لودة، ما همتش برضو على النوجة. طب عليك يا جرى علي، لحظة طبع راس عم بقى زي اسدوما. ايوه اخ اسدوما. ايوه اخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. النبي فين اسدوما؟ انا اللي اسدوما. انا انت في الفرامل والدربليات 100 100 يا باشا. من ساعه ما اللوست اشرف كلمني ظبطت لك كل حاجه، والفرامل 100 100 وبالاست كمان. خد اطلع قدام بالعربيه وتعالى بضهرك وقفنا اهو، واضرب فرامل ودربليات في الحته دي. في الحته دي هي دي التجربه يعني؟ اه ماشي، انا جاي لك اهو. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايزها تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براءة بإذن الله. هذا الله يخرب بيتك، اتأخرت كده ليه؟ أنا دخلت دخلت يا أستاذ والله عشان ألاقي محامي بس يجي يترافع عن القضية ويأجلها. مفيش. نهار أسود، الليلة السود. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دوخت، انا جايب حتى رحت اجلت روبا اهو عشان اي حد يطلع. بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله ادك وتترافع، وما وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول ان وشك كده؟ ماله؟ انت جايب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس. انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد النقطتين وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. ايه يا حاج؟ المحامي يا شريف افندي؟ المحامي في الكابينيه. في ايه؟ في الكابينيه يعني، هو في الكابينيه وجاي. براءة بإذن الله إن شاء الله، براءة. بص إيدك، شوف شكله عامل إزاي. ده مش بعيد يحطنا إحنا الاتنين في مشترك ويغتصبنا دفعة واحدة. افندي. نعم. بقول لك إيه يا متر؟ إيه؟ ما تقوم تترفع أنت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. ندعو على القضية. أيوة حاضر، ما أنا عارف. ندعو على القضية. والمصحف سمعت. خسر العظم. والنبي سمعت. أما قمت تترافع. يخرج دوشتك ده. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات السادة المستغربين. أنا أحمد الحاجب. أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا اشرف. ابويا ابويا اجري يا اشرف. ابويا
بس 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 الاكزرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي فور وان اكزام. يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيب. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشعريه بتاعت الدروس؟ أبخ أنا جابت أبخ خلص بقى خلص بقى مزهقناهاش أو كده بقى مش احنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ والله العظيم عدس؟ تصدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجا؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى اللي هيبقوا الحاجه فيكوا عاطين له صف انت بتدرسي الزبالين ولا ايه؟ معلش خلاص حقك علي ده في رب تلات ودان قاعد ده انا والشيف ورود بس شكلهم حلو فعلا شكلهم حلو ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقلله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح راني بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا وده من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست النساء وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب ابو عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص؟ هي متجوزة واحد ميت ولا ايه؟ لا خالص العيب مش فيك. امال فيه؟ ولا العيب فيك. امال العيب فيك؟ الحقيقة انت سليم وهي سليمة. بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف. وانت إذا اتجوزت واحدة تانية تخلف. إنما انتوا الاتنين مع بعض ما تخلفوش. لأن ايه ما نخلفش؟ أمال عن بيض؟ ده رأي الطب نو هو مفيش أمل أرهنك إذا كان الرجل ده أساساً مخلف دبدوب احنا مش عايزين نروح لدكاتره تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرسي لهم دول وانت هتكرار الخلفه واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايزه عيل وانا عايز تكييف وانا كمان عايز عيله نوجه يا بنت عبيطه احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 ها؟ يبقى 15 سنة لأن فاضلنا 10 ونبقى تبيضة مع بعض
احنا نحمد ربنا المولى ده في ناس بتقعد بال 30 و 40 سنه والله ما بيخلفوا، ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش. انا مش عارف ليه. ايه بس بقى واقف بقى انت حتى التنك من اولها ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه البسي. طيب البسي هات ده حمص الشام. ها كنجت ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل محامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ احنا قليلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخين ما يقدرش يقول لك بن. لا 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 اللي ترافع ده يطلع في الازمات يعني. ده مثلا يبقى كرنيل مثلا يطلع في لجنه في كمين كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبض على الناس في البيوت كده مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه الصوره برضك. فيها صورتك؟ وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده حاجه محترمه فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ هي صوره رئيس عصابه. اي حيوان انت بتتريق على؟ لا مهابه. ايه مهابه؟ ايه حاجة؟ ايه حاجة انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجة. ايه شايف في منديل بقويا هنا وانا اقرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسة مع ولدي المحامي بتاعه عمل حادثة وجاي. الجلسة باقي عليها ربع ساعة. اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب خلاص. ايوه بس لا 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 لازم اشوف القضية كده واعرف التفاصيل والتيتيلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتيلز. هو هيتكلم جوا. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع ما تخافش ما تخافش من حد وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله يعليك انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. واد الطربوشه اهو. طربوشه اهو على اساس ان انا راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع مني. عين عليك يا ولدي. قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوه تفاصيل ايه بقى يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل ايه يا حاج؟ ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسم عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ احنا ما اتفقناش على كده. اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت كنت تعمل لي مفاجأة هنا ولا إيه؟ أبوس يدك أبوس يدك ما تفضحنيش. هينادم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتله إزاي؟ يا رب سكينة. شاب ضرب في السكينة في حنكه؟ يا أستاذ. أيوه حاضر أهو. شرن له بقه؟ يعني ايه شرن له بقه دي؟ جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل في ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين عم احمد الحاجب ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية يا استاذ. طعنة ناهية يا استاذ. طعنة بالية يا استاذ. انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ انك اللي غزو. انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعملت فيه فيا ليه؟ سيدي الرئيس ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟
هو كان واخد له اجازه ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئه المحكمه المؤقره ان بسؤال على مقربه من المناصره؟ تعال اتفضل. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجة عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا، هو بس الحقيقة أنا مش محامي. نعم يا أخويا؟ لا، مش قصدي، مش قصدي سعادتك، أنا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لأن المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فأوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والأوتوبيس مش لاقينه. اتطبق إيه؟ أنت عايز إيه بالظبط؟ أبوس إيدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقة كلها عندي مستنية شربات وهتفرق أول مرافعة ليا. شربات إيه يا أستاذ؟ قول لي طلباتك. طلبك إيه؟ هكون عايز إسكبريسو، عايز تأجيل. إيه؟ تأجيل. تأجيل؟ آه. خلاص يا إخويا تأجل القضية، اتفضل. حياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا أستاذ تأجل القضية. والله هتقولها، هتقولها يعني أنت هتقولها قدام الناس دلوقتي؟ يلا يا أستاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمعلم كلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي، 5000 جنيه يا لفي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ أنت هتبقى محامي؟ أنت يعني أنت المدرسة؟ لا يا أخويا مالكش دعوة بيا، أنا حيالله بدرس لابن أم عبوسة فتحية وأكلاهم، ثانية صدره، يعني ناس غلاب. انما انت كده بتلعب مع الحكومه يا لمي. طب واللي يقول لك النهارده بقى ان هو زلزل دار الفضاء العالي؟ يا راجل والله اقول لك على حاجه. ها؟ اما تهم في قلب القفص فضل يتنطط 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 من فرحه ويزعق لحد ما رموا له السوداني. يا شيخ انت هتمزح عليا يا لمي ولا ايه؟ قول كلام غير ده. طب اقول لك على الكبيره. الكبيره بقى وانا واقف المرافعه كده وبقول كده بروح لامح بعيني كده، شفت ال سيادة المستشار والدمعة بتفر من عينيه. يا لهوي. اه والله عيط. القاضي عيط؟ يا بنت بقول لك المستشار، قاضي ايه انت؟ يو، ما القاضي هو المستشار يا راجل. لا ده هو المستشار. يا لهوي. لا والله هو ده هم الاثنين واحد؟ ايوه. هو طالع بمنظورين ولا ايه؟ يا نهار اسود عليا. يا بنت فهمي، واضح ان انت معلوماتي في القانون ضيقة. اه. سيادة القاضي هو اللي بيبقى في النص. انما المستشار بيبقى هو اللي بيقعد يعيط. ايه؟ اه، امال ايه؟ يا راجل انت لخبطتني معلوماتي، اهم حاجه. يعني هتمشي معانا لبي ولا ايه؟ اطمني يا بت، اطمني قوي. اقول لك على المفاجاه الكبيره بقى. اقول لك على المفاجاه الكبيره. لازم في كمان 5000 جنيه جايين زيهم. أول مصحف و 5000 جنيه بس بقى، التانيين كلهم تلتينات. تلتينات عشرينات ما تفرق. طب بص بقى يا حبيبي. أنا عارف، أنا الدلع ده بتاع الحريم لما تشوف الفلوس فتروح تعمل اللي هي مش عايزة كده. عشان خاطر أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. لحظة واحدة، استنى والنبي، هات النضارة دي ما تبوظيش اللحظة السعيدة. قولي بقى. أنا كده مش هشوف. يا ست من جنبك هو ما فيش بيني وبينك ملم. طيب. ها. أختي ميرفت وجوزها محي عازمينها على الفيلا الجديدة النهاردة. ها. نفسي بقى نروح بلبس عليها القيمة. بس كده؟ يعني هتشيكني؟ هتشيكك ورقصك كمان يا بنت. السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ السكر غلي. وانحلوا بإيه؟ أنا بنت عروكة بالسكر غلي. السكر غالي. السكر غالي. السكر غالي. السكر غالي. شوف بقى ده. بص بص بص. طب ما بحبش البرتقال. بحبش ايه؟ البرتقال. المرتقان. لم علينا عبيدك يا رب. روح عند الفضح ده. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. ايه يا سيدي المعلمين؟ ازيك يا استاذ؟ عايزين بقى حاجة كده يعني نفتخر بيها قدام الخل. تحت أمر حضرتك، عندك كل حاجة، عندك رجالي وحريمي. وادي البروفة الرجال ايه؟ خش قيس. وادي البروفة خلي رئيس تخش تقيس جوه.
تخلي الايه؟ الانسة تخش تقيس جوه. على اساس ان انا واقف قدامك شفاف. في ايه يا استاذ؟ انا غلطت فين دروستم يعني؟ في ايه؟ الله 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 يا عم، انا كلمتك انت عايز تتخانق ليه طيب؟ الله، طب مال امك انت اللي بتتخانق؟ بره 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 بره، رن علينا عبيدك يا رب. رفضي ايه؟ عارفة؟ الله الله الله، الناس راحت فين يا بوب؟ انا مش عارف، الناس دي كانت كرافيك ولا ايه؟ يا نهوي! ايه؟ الفلوس! مش خطرتيني فكرت البتاع ملغم ولا حاجة. ما تخافيش يا بنت، الفلوس ان هو في قلب الجيب جوزك سبع. خفت يكونوا الثانوية خرمني. لا يصيروا منين؟ اهو في جيبي اهو. بس ولو برضك لازم نروح في الشياكة عند محي ومرفت وبين نكمل شوبينج. انت لك نروح الموسكي كلاس اكتر. اه طبعا والله عندك حق، المرة الجاية نروح الموسكي. يلا، هو ده الكلاس فعلا. لما علينا عبيدك يا رب. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. على فكرة السفرة دي كلها جاية دليفري من دبي. والراجل جاي بالفزمة من دبي؟ والنبي كنت عارف انك هتعلق عليها. مش ما بتعديش انت يا لولو، ما بتعديش حاجه. بموت في ضحكه الكابوريا اللي انت بتعملها دي. ظريف قوي يا عم. العيال بتموت فيك. عين احسن عمو. حبيبي ربنا يخليك يا رب. ربنا يبارك. عين محي. ايه دبل العجل اللي قاعد جنبي ده يا نجلاء؟ حبيبي طفن طفن طفن. ايه ده؟ طفونة يا بابا، طفونة. خد عفونة مش طفونة، ده الواد هيطرشق زي الخرشوف. خلاص بقى عين. ما قلتليش بقى يا لولو، الدكتور اللي انتوا رحتوا له ده بقى خلاص قال لكم مش هتخلفوا تاني خالص، صح؟ مفيش أمل. لا مش هتخلف تاني. ما تخلفش ليه؟ راجل وست، ما يخلفوش ليه؟ يعني هنجيب واحد من كارفور. كنت عارف انك هتعلق عليها. ما اقولكيش بقى على فرقة الساحل الشمالي، يا نهار ابيض، الفيلا كده، الجنينه كده، البحر كده، يعني تدقلجي من السرير تنزلي على البحر غطس. يا ميدي هاتي العلبه اللي اديتها لك الظهر. يا نهار ابيض يا عالجمال، بصي الجمال، شايفه وانا بتمشى في الشانزليزيه لما كنت في باريس انا وجوزي، اول ما شفته ما استخسروش فيا، ارخص من مصر ب 29,000 جنيه، تخيلي. بصي وليلي. الله الماظ، يا لهوي الماظ. مبروك، ألف مبروك، حاجة تقبل طبعا. والآن مع المفاجأة. إيه هننفجر ولا إيه؟ لا أمال إيه؟ أول أغنية أطفال بصوت ابني ياسر محي الدين. طب ما تكمل بقية الشارع، خليه ياسر محي الدين أبو العز المتفرع من البطل محمود عبد العزيز. والله على رايك، انا خايف انزل الشريط الناس تتوه. يلا يا ياسر، يلا يلا يا ياسر، سمع عمو. يعني لكم طلعوا يا محي ورجوا كده ولفوا بالبكره. لكم انا بقلب دم، يعني لكم انا بقلب دم. الله الله، برافو يا حبيبي، برافو يا حبيبي، ما شاء الله يا محي، ابنك مش محتاج لشريط اطفال، ابنك محتاج يغني على نفقه الدوله. حبيبي يا محي. ميرسي يا لمبي، عقبال اولادك. يوه انا ناسي يا اخي انكم ما بتخلفوش. يا
يلا يلا النوم. يلا تصبح على خير يا محي. ايه يا نوبة؟ انت بتسلقي بني ادمين ولا ايه؟ صباح الخير. صباح النور يا حبيبي. بقول لك ايه يا حبيبي؟ قال بو انا حاولت اعتذر لهم 100 مره مفيش فايده، هيزعلوا. يا حبيبتي اعمل لك مفيش فلوس. بقول لك مفيش فلوس. اغنيها لك؟ مفيش فلوس على الهوا، مفيش فلوس على اللي. اقول لك ايه؟ نشمع نشمع زي المتشمع. يعني ايه لمبي؟ الله قال لي يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افتح مراتي على حساب عديل الغني. طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله ما بره بره انت، يعني هتطلعينا من الكونسول؟ على فكره انت قوليه مفتريه او المصحف، لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيارة، هات الخيارة بتاعتي وليا مقتدرية. حجر عايزة يا نوبة، عايزة يا بت، عايزة يا انت، عايزة تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسر لك نفوخك. تعالى هنا. طب بالراحة. طب اطلع بره. طب بالراحة. طب بره يا بنت بالراحة. قصدك ما تعصبنيش انا بابو عامر. والمصحف هخسر لك نفوخك. اقعد قعدنا اتوضع لي قرد لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تعطيباتي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف معاك تنجز اختي معي؟ لا نطلع النوجه. نطلع، انت مش عايزها نطلع المصيف؟ نطلع المصيف، عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتباتا بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه. اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير ان يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مر طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجه بس بقى. خلاص طب بقى ما تعيطيش بقى نوجه بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجه اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد، وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. البنت فواق بقى. والنبي اللي يسمع كده يقول معيشني في لندن. والنبي اخلع البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك. فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي. ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم، نفهم بعض. نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين، مهم الكابيلتي. الله حرام عليكي. طب يا نندي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتكم طيب. طيب. الله يخليك. وصلك والله، أنا عندي سرير بس لازق في رجله جربل كده، فقلت ممكن تشنج. لا مفيش تشنج عندنا والله. مفيش أي. لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ أه موجود إن شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم السراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ أه يمين كده. طب أنا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. إن شاء الله. بس أنا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكاية. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجي لي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انت عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك تمام، والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. يلا
تمام هل يصير ده كتم الصوت هو ده الهدف العنتابلي امرني الله الحبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شعر عليك كنت بتاع بخصوص البق ده عيان الف الف لا باس شعر عليك الحمد لله بقول لحضرتك ايه النبي هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير اه ده 4500 جنيه لحد البيت وحساب العربية عليك يعني كله 4800 جنيه لا 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 مش عايز الناس حاجة أوطى من كده يعني حاجة أوسخ من كده شوية في ده 900 جنيه بالمشال ده حلو قوي ده أنا جربته حلو ده جربت ده عملت كده وكده فكت من الصوت ما شاء الله بكام حضرتك 900 جنيه بالمشال لحد البيت بالمشال اه طب لو أنا جيت شلته من هنا يبقى بكام ب 800 جنيه طب لو أنا جيت نمت عليه هنا بكام والله انت ظريف جدا قوي ضحكتك عصا والله بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين واتصل تاني سلام ورحمه الله وبركاته عصا والله ربنا يخليك طب السرير ده حاجه ان شاء الله هقعد ادفع الفلوس هنا في الكافيه لا الكاشير هنا يا اكسلانس حلو قوي طب هو السرير ده سكنانس يعني هيوصل في خلال قد ايه لو دفعت الفلوس النهارده هتاخده يوم الخميس الخميس 22 بعد بكره ايوه مرسي يا سكنانس احنا بقى على الصبح الخناقات اللي هتبقى على المصرف وسنين المصرف السودا وبوزها اللي هيبقى تلات انطار قدامها الحاجات دي اتغيرت ازاي؟ والسرير ده جاي امتى؟ طب هو السرير ده سكنان يعني هيوصل في خلال قد ايه؟ بعد بكره خميس 22 ايه نجدة 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 هو السرير ده كده امتى يا نجدة قبل سفرنا بيوم يا حبيب قبل سفرنا بيوم يا حبيبي ده نطلع اغنية ده ولا ايه يعني ايه قبل سفرنا ايه ده؟ الخميس 29 غوليوس؟ الخميس 29 ايوه نجلاء نجلاء هو حبيبة قلبي السرير ده بقول لك ايه امتى؟ مالك يا راجل عمال تسألني من الصبح؟ ما انت اللي مركبه مع العمال ابن استنى 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 انت اللي في وشك ده ايه النضارة دي؟ وانا اقول الخنفان طار منين ده؟ يا لهوي سلامتك يا لمبي ما انت اللي جايبها لي ومركب السرير مع صناعية قبل ما نسافر المصيف المصيف؟ انا رحت معاكم المصيف؟ ايوه استاذ لمبي ايوه مين معايا؟ انا الدكتور احمد الشواف اللي كان معاك ساعة الوقعة من اسبوع انت كمان اسبوع؟ قول لي انت كويس دلوقتي؟ لا انا كويس انا كويس انا كويس بس هو الايام حصل فيها طب كده اهو مش عارف طب اقول لك يا دكتور ابو شلاو شواف ايه شواف بقول لك يا دكتور شواف اديني العنوان بتاعك ما انت عارفه يا سيدي انا مش عارفه ولا مش عارفه اديني العنوان انا مش فاهم حاجه دلوقتي طب اسمع انا دلوقتي في البيت وطالع على المستشفى خد عنوان المستشفى تاني
استاذ لمبي المحامي وصل يا فندم. اهلا 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 مستر لمبي. اهلا اهلا اهلا. هاو ار يو؟ اي ام فاير. وحضرتك دكتور في ايه؟ انا بتعالج من ايه؟ انا عندي صرع ولا ايه؟ ها مستر لمبي بليز ريلاكس، انا عايزك تهدى خالص. اهدى ازاي؟ اهدى ازاي؟ ده في اسبوع عدى من حياتي وانا ما مش هنا، انا ضاع. في ازاي عاد وصور الاسبوع موجوده على الموبايل، تقدر تقول لي ازاي؟ الاسبوع اللي عدى ده كان بسبب الوقعه اللي انت وقعتها، عملت لك تربنه في المخ. والتربنه دي حلوه ولا ايه؟ يعني شويه لجلجه في مخك كده. لجلجه؟ ايه اللجلجه دي؟ يعني تخليك تنسى اسبوع المصيف كله، وممكن تفتكر وانت رايح المصيف مراتك مثلا. مالها مراتك؟ ممكن تفتكرها. اه امك. اشمعنى؟ ممكن ما تفتكرهاش. في حاجات تفتكرها وحاجات لا، بس مش ممكن تفتكر او تنسى كل حاجه. واضح انه وش ساعتك بيوحي لي انه المرض بتاعي دمه خفيف. ممكن حضرتك تشرح لي بالتفاصيل والتيتيلز؟ انا هفهمك كل حاجه. بعد الوقعه بيوم. الو؟ ايه يا اسطى دكتور؟ الحقني، ده انا سلمت على اشرف السكرتير 7 مرات وحاسس اني عايز اسلم عليه تاني. اشرف ازيك يا اشرف؟ الحمد لله. عامل ايه الله يخليك؟ اه والله ازيك يا اشرف عامل ايه؟ انا كويس. وكل شويه اسلم عليه وكل مره بشوفه اول مره. ايه ازيك يا اشرف؟ عامل ايه؟ الحقني ازيك يا اشرف؟ انا كويس يا بيه. والله مش عارف ايه بقول لك ايه والنبي روح انده لاشرف. واتقابلنا وعملت لك شويه فحوصات. الحمد لله لقيت المخ سليم والجمجمه كمان سليمه. بس في شوية تربنة بسيطة كده ولخبطة في إشارات المخ عندك. حطيت لك شريحة في كتفك تظبط إشارات المخ عن طريق العصب. أنا بقى طورت الشريحة دي، خليتها تاخد من العقل وتديله عن طريق عصب الكتف، تنظم له تفكيره، تظبط له كهربته زي جهاز تنظيم ضربات القلب اللي بيحطوه تحت الجلد. يعني الشريحة اللي معاك دي تنظم لك حياتك. خلصت ولا لسه سكنت؟ على فكرة الحكاية دي شغالة بقى لها حوالي 9 سنين دلوقتي. يعني مطبقة فعلا. والله. الجديد بقى، الجديد في الشريحة بتاعتك إن أنا ممكن أحمل عليها برنامج آلة حاسبة. اتفضل. والله يعني أعظم حسبة تحلها في ثواني. معقولة؟ أمال. ومش بس كده، ممكن أنزل برنامج تاني يخليك تحفظ كل أرقام تليفوناتك على دماغك. أحفظ أرقام يعني دليل الهاتف يبقى على دماغي؟ طب ويا ترى هتنزل لي بقى الأرقام دي بالرنات ولا ظبط المصنع؟ انا فاهمك. اتفضل معايا. اتفضل حضرتك. اقلع. اقلع؟ يعني ايه اقلع يا باشمهندس؟ يا اخي اقلع كمك. اقلع كم؟ اليمين ولا الشلات؟ الشمال. الكم بس، الدراع ده. ده مكان الشريحة. ايه ده دكتور؟ دكتور ده قاعد ينور، ده هينفجر ولا ايه؟ حاجة يا دكتور؟ أنا دلوقتي نزلت شوية معلومات تقريبا ربع السجل المدني لمصر كلها. قول لي بقى أمي اسمها إيه؟ إيه؟ أم حضرتك اسمها إيه؟ بص بعينيا وركز أرجوك، قول لي أمي اسمها ايه؟
ندى الأسواني؟ هدى؟ أنا ساكن فين؟ 18 شارع المغيري مصر الجريدة؟ هدى؟ هدى وأنا الحلوة؟ رقم بطاقتي إيه؟ 217؟ يعني انا ابص في خلقه اي حد اعرف منه اسمه ايه وعياله كده بالظبط كده. يعني انا ممكن انزل اي حاجه من اي كمبيوتر في الدنيا للشريحه بتاعتي. لا ما ينفعش ما ينفعش لسببين. السبب الاولاني لو حملنا زياده عن اللزوم على الشريحه ممكن تعمل عمليه مسح عشوائي لأي حاجة في مخك، عشان كده لازم أكون أنا المسيطر الوحيد على التحميل ده. والسبب التاني وده الأهم، حق الاختراع. خليك دايما معايا في المتابعة. متابعة وأنا هعمل معاك متابعة؟ أنا هأحبل ولا إيه؟ البس يصبر عرضك. ما تقلقش عشان يبقى بنظام مضمون. ايوه انا نزلت لك برنامج ويندوز بالكامل وشويه قوانين يساعدوك في شغلك، وهنزل لك باقي السجل المدني كله. بيتهيألي كده كفايه النهارده. ولو حسيت باي ربكه اتصل بيا فورا. ايوه ربكه من انهي ناحيه بقى؟ في الشريحه يعني. ايوه هيحصل ايه؟ يعني لو ضربت لخمه، لو حصل اي مسحه كلمني على طول. اكلم حضرتك. ايوه. و حضرتك اسمك ايه؟ أنا كنت متوقع السؤال ده، بس مش لدرجة إنك تنسى اسمي. شفت بقى لما حذرتك إن التحميل الزائد على الشريحة بتعمل مسح عشوائي؟ خليك معايا في المتابعة، اتفقنا؟ خلاص اتفقنا. ازيك يا عم حنفي؟ نعم. الله، مش عم حنفي المخبر برضه؟ انا لا اسمي حنفي ولا انا مخبر، انا شحات اداري وعلى باب الله. ده انا حتى ما اكلتش بقالي 3 ايام وانت عارف يعني كده بقى. يعني كده بقى يعني حنفي بالروس عطيه، ساكن في 17 شارع المراحيض الدور التاسع، ومخبر في اسمه بلاء الدكرور، رقم البطاقه 0-100-2-0-1. يا نهار اسود. ولا المخبر هو اللي بلغ علينا. مخبرين خربطوها حتى على الجزيرة، خربطوها حتى هدا.
في الفرندا لنحن وصلين والأكل في الزمان ده بسرعة بيسوي بيسوي بيسوي. عم فوزي عم فوزي عم فوزي عم فوزي صباح الخير عم فوزي. يا ابني يلا لقمة لقمة هنية تكفي 300. نعرف ان انت وحداني في قلب المغارة اللي انت قاعد فيها دي. والله يا ابني بقى لي اسبوع ما اكلتش. انت ولادك خلاص ما بيقولوش يسألوا عليك خالص كده ولا تليفونات ولا اي حاجة. يلا بسم الله الرحمن الرحيم اطفح بالهنا والشفا. يا صبتي انت بتعمل ايه هنا يا راجل؟ مين اللي قايل ايه؟ دي مراتك يا لمبي. يا راجل مرات هنا؟ يا نهار اسود. يا دكتور شواف اسمعني ابا ما تسمع يا اسطى انا مش فاهم حاجه من الانجليزي والترانسليشن بتاعك ده. بص انا لما حصل الموقف ده ها وعم فوزي اكد لي انها دي مراتك والمصحف الشريف ان ما كنت مصدق ان دي مراتي كان اول مره لولا ان انا لميت الموضوع ولميت الربكه اللي حصلت في الحكايه يعني. طب الله يخليك الموضوع ده هيحصل تاني يعني ايه؟ لا بس بسيط هيبقى فيه يعني. لمبي يا لمبي. طب سلام انت بقى يا اسطى سلام انت. ايه يا نوجع ايه عايز اعيش ولا ايه؟ نسيت ده. ده بتاع ايه ده؟ مش شاركرين يا نوجع؟ يا اخي انت زهقتني وقلبت دماغي. قضيتك دي تيجي ايه جنب القواضي اللي الاستاذ مساكها؟ ده مفيش قضيه. اللهم صل على الاستاذ كده اهو. يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ يا استاذ صباح الخير يا استاذ. بطلوا بقى تسول بقى عايز ايه؟ تسول ايه انا اشرف يا استاذ انت؟ يعني ايه اشرف لا؟ انزل بقى غريبة قوي. اوعى انت الشنطة اوعى الشنطة مش اوعى انا ولا اعرف عمك مين على كده؟ يا ولا اعرف انا باخد اوعى الشنطة انا اشرف سكرتيرك مالك؟ اشرف ايه؟ اشرف سكرتيرك مالك يا استاذ؟ والله مؤاخذة اشرف ازاي؟ الحمد لله اشرف انت خضتني معلش معلش اصل انا الايام دي عمال انسى شوية حاجات كده فقلت للدكتور فاداني دواء فظهر الدواء ده فيه منسيات. يا حبيبي الف سلامه عليك. الله يخليك احنا خلاص خلاص افتكرتك. احنا بقى هنا جايين ليه؟ عشان قضيه. عشان قضيه انهون فيهم؟ لا لا ما تقلقش قضيه جديده المصحف. ما تخافش انا مكلم الاستاذ رافع المحامي هو اللي هيترافع في المحكمه. ولا رافع المحامي ولا شاد المحامي انا اللي هترافع. نعم انا اللي هقف مساحه الفضاء العالي واقوم بالمرافعه. يا ريت ايه اللي غير رايك كده يا ده؟ احنا ليه عرقنا احنا وشقانا يروحوا لبره؟ مش احنا عرقنا احنا اولى بيه؟ بدل ما تاخد 20 جنيه في ايدك مني كحيانه تروح قافش مني مياله وابنك اللي بيسهل بقى ده رزقه. ابني بيسهل وما بيسهلش انت هتفضحني في الشارع. ما تشوف طب حل. المهم يلا انت قلت لي انت مين؟ خدمتك ام احمد. طب عد يا حاجه واعلن عن قدومي. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا اهلا يا اهلا وسهلا بالاستاذ. يا اهلا وسهلا يا اهلا. اتفضل اتفضل يا استاذ. يا اهلا وسهلا اتفضل يا استاذ. الله اكبر الله اكبر. الاستاذ اشرف قال لي ما اطولش عليك لانك انت مشغول دايما وقتك مش بتاعك. ده فعلا حاصل عني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. الراجل ده يا عم وايه خارج من حرب الاستنزاف ولا ليه؟ اللي ليه ايه؟ الله اكبر الله اكبر. انا حسيت ان لسه نازل من على خط ابو الليف. المتر بيزهق. شيء عادي يا عزب. في بدايه الموضوع نتعرف بالاسم ايه؟ معزوبك بيومي. طب حاج بيومي ايه نوع القضيه؟ ابني متهم في قضيه اغتصاب. ومين اللي اغتصبه؟ لا يعني ايوه ما انا فاهم يعني هو لان في الاغتصاب ده حد اتحمرش بيه؟ يعني كان اغتصام وحمرشه واتحمرشوا بيه ولا هو يعني اتحمرشوا بيه كده بس وكده؟ لا ابني متهم في قضيه اغتصاب. هو متهمينه في قضيه اغتصاب. وهل ذلك حصل فعلا جدا؟ لا ده الاكبر ابني برقبتي.
ده دور عاملاه البنت واهلها طمعانين في العز اللي انا فيه. عارف موقف الميكروباص اللي انا فيه ده كله بتاعي. ايه البنت دي اسمها ايه اللي رنا بلاها عليه؟ نبيله الحايح. رباعي يا حاج لو سمحت. نبيله الحايح بهنسي جوهر. في نبيله الحايح بهنسة جوهر عندها 67 سنة ومتجوزة 7 مرات ورمت في جوازها من البلكونة. الله أكبر عليك! إيه الحلاوة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ أنت اللي إيه؟ أنت اللي إيه؟ اللهم صل على حضرة النبي. أنت جبت المعلومات دي منين؟ أما بقى نبيله الحايح اللي عليها العين والليلي دي ساكنة في 17 شارع السكاكيني الدور الخامس. مش سامعك كويس. بطل وشوش. ما انت بتتوشوش مش سامع خير. ايه بتقول ايه؟ هكلمك بعدين. يلا باي. ارجو حاجة ان انا ما اكونش قطعت عليكم الحموم الجماعي اللي انتوا فيه ده. لا يا ابني احنا طول عمرنا ماشيين على كده. هو انا بس كنت جاي لنبيله في بستان. ايه؟ لا جاي اخد كلمتين في القضيه يعني. بحسب البستان. ايه؟ اصل سمعتها بوسه. انت فاكرني ايه؟ اصل انا شريفه وعفيفه وظريفه وشرفي بحب بالليفه. ابني كنت الليفه يا حاج. أحب يا جمل. ده انت عمك في قلب البيت رهوان. يا بنت خلصي التليفون اللي معاكي ده وشوفي الأبوكاتو يمكن نطلع منه بمصلحة. طب يلا بقى باي باي. خلصنا أفندم يا أستاذ. والله أنا بس فت ثواني ثواني ثواني. ازيك يا سعودة؟ ده سعد الصغير؟ لا 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 ده سعد اخويا. اخويا انا. يا حبيبي اكبر من الصغير ولا هو ايه يا راجل؟ لا 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 دايما انت ظنك وحش يا راجل. ده ابن خالتي. ابن خالتي بالرضاعه يا سعد. طب يلا يلا اقفل اكلمك بعدين. يلا باي باي. البلد كلها اخواتها في الرضاعه. منور يا حاج عجه. افندم يا استاذ خلصنا. اقول لك يا ست انت اللي خلصيني بقى. بص يا ست انا بس شفت ال ثواني ثواني. اوعى بقى بقى انت رايح فين؟ اجيلك لما الشبكه تقع. طب انت كنت عايز ايه؟ لا خلاص نتقابل في الجلسه. باي. سيدي الرئيس، حضرات الساده المستشارين، إن هذا المرتهن الماس اللي أمامكم الآن في قفص الالتهام بريء براعة الذئب من دم ابن يعقوب، وأنا ألتصق مع النيابة. ألتصق مع النيابة في كل دليل قد قدمته وقد قالت بأن موكلي مذنب، ولكن دعونا ننطق بالقانون الذي هو تاج فوق رؤوسنا نمشي به بين الأمم فخورين به. القانون الذي يقول بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ولذا ولذاك ولهاك أطلب من هيئة المحكمة والسادة الحضور أن تسمح لي باستجواب المدعية. تعالي يا نبيلة. سيد الرئيس، مش فين الشهادة اللي هي المدعية؟ هي دي الشهادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا سلام يا سلام على الهدى والنور. أنا أحترمك عشان خاطر الحجاب اللي أنت لابساه ده. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. ده أنا أنفخك.
بارك الله فيك يا أستاذ، بارك الله. نبيل الحايح، أنت قلت في تحقيقات النيابة أنك أنت شاورت للميكروباص وهو كان فاضي وركبت معاه، صح؟ أيوة يا أستاذ. ولما حصل أن أنت ركبت معاه الميكروباص خدك لمكان غير خط سيره وخدك بعيد بعيد وحديكو وفي حتة مكان ضلمة كده وعلى ضي الشموع حصل الاعتداء عليك، أليس هذا صحيحا مطلقا ذلك؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. وعلى حسب أقوالك برضك في النيابة أنك قلتي أن تم عليك الاعتداء بداية من الساعة 7:30 حتى الساعة 8:30، يعني ساعة بالتمام والكمال، مظبوط؟ الله ينور عليك يا أستاذ. لا، الله ينور عليه هو، ساعة ده رقم قياسي، ده المفروض ياخد جايزة أوبل على اللي عمله ده. سيد الرئيس، هل تسمح لي الهيئة الموقرة بمكالمة تليفون؟ هنا يا أستاذ. نعم؟ هنا؟ بعد إذنك، المكالمة في صلب وعنق القضية. اتفضل. أنا اللي بتصل، أنا، أيوه. ردي يا حاجة، ردي، ردي يا حاجة. فتح الله عليك، ردي. ردي. ألو؟ ألو. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نبيل الحايح، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، طب ده رقم تليفون ساعتك، مش كده؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي. والرقم ده يا حايح كان موجود معاك أثناء الحادثة، صح؟ أجل. أجل. أنا بس حبيت أثبت لرسالة المحكمة إن دي النمرة الخاصة بالمولدعية اللي كانت معاها أثناء الزعططة، وكان عايز ياخد منك الموبايل، صح؟ أجل يا سيدي. أجل يا سيدي، يا سلام على التقوى. طب إزاي يا سيادة الريس حصل الاعتداء عليها وهي جالها في نفس التوقيت ده 5 مكالمات كل مكالمة لا تقل عن 10-12 دقيقة، وده اللي مظبوط عندي هنا في قلب الشركة نفسها بتاعة المحمول، بتقول إن جالها 5 مكالمات في نفس التوقيت اللي كان بيتم عليها الاعتداء فيه، نفس الساعة. إزاي ده يتم؟ هو ممكن يحصل، بس يحصل بقى سعادتك إلا إذا كانت هي في حالة الاعتداء كانت بتكلم صاحباتها وبتشرح لهم فوائد الاغتصاب. شكراً سيادة الرئيس. يا تقوم هتظبطي، يلا باي. نبيلة، أنت نمرة الموبايل بتاعك 013-45-301. أيوة يا فندم. حكمت المحكمة حضورياً أولاً بإلقاء القبض على المجني عليها وأحالتها إلى نيابة العامة وتوجيه تهمة البلاغ الكاذب إليها، وثانياً براءة المتهم عصام بيومي من التهمة المسندة إليه. رفعت الجلسة. حضرتك نزل لي قانون الدستور الجنائي كله. ايوه بس ده كتير قوي على الشريحه انها تستوعب ده كله من غير ما نفضي لها مكان. يا باشا، يا باشا البشوات، يا دكتور، يا مستر سكلانس، احنا داخلين على عز وفلوس جايه وحياه تانية خالص. عايزين نعمل الفلوس اللي بجد، عايزين نقف على الفلوس، نفضل نطول 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 من علوها نلمس برج الجزيرة، ولو طولنا نلمس برج الجدي كمان هنلمس. اتكل على الله. حلو قوي، هات المج بتاعك وتعالى. بصحتك يا مستر سكلانس. قدامي. Welcome
السكولانت. شوف بقى، دي ذكريات قديمة زي أصدقاء طفولة، الأهل، الجيران، الحي اللي أنت اتولدت فيه، العشرة القديمة يعني. شيل. إيه؟ شيل، شيل. ذكريات طفولة إيه؟ وناس إيه؟ وجيران إيه؟ وعشرة قديمة إيه؟ ده حتى اسمها مش حلو، عشرة قديمة زي الجبنة القديمة. شيل. هايل. عايز الناس دي كلها انساها. انساها من الفقر. عايز ابقى شاب جديد. اعمل لي اكونت ونزل لي الايس بوكس. هايل. حياتك كلها بقت هنا. جرأتك انك تحمل ملفات كتير بالشكل ده على الشريحة تخليني اقرب معاد المؤتمر اللي هظهر فيه اختراعي للنور. حلم. حلم. انت بتقربه لي بسرعه. حلم ايه ورؤيه ايه؟ ايه يا دكتور؟ ناس ايه؟ ناس. ناس مين يا دكتور؟ انا مالهم الناس. خلاص الدنيا بقت حلوه والعيشه هترتاح. مالهم مالهم؟ سطب لي انت بس قانون الدستور الجنائي وصلانه العلاقات الغراميه يا هيا وايه. نزلت لك برنامج العلاقات الزوجية عشان تخلف ويبقى عندك قطة عيال. هو ده كلام؟ هو ده؟ أخيراً فهمتني يا وديع. جميل جمال. أجيب عيال. جميل جمال. أجيب عيال. صلاة ودلال منى وجمال ورمز الجلال. جميل جمال. دكتور ابن حلال. والله ابن حلال. جميل جمال. هنجيب عيال. جميل جمال. هنجيب عيال. هنجيب عيال. واضح انه اشعاعات البرنامج لمست معاها الحاسه اللاسعه عند ان الستات بتبقى جامده كده. ومدير كتير بالذكر انه هيبقى فيه ليله على الفضيات النهارده. اجي يا بوبي؟ لحظه واحده يا عيون البوبي. لحظه واحده. هو الدكتور معاه في البرنامج رقم. ايوه. الو يا دكتور. الو الو يا اسطى. ايه اصل البرنامج مش عايش تسالها خالص. لا والله ده الحته متظبطه جوه وعماله كل شويه تندلي تقول لي يلا يلا وانا واقف هنا زي الخصايه. يلا بقى يا بوبي انا زهقت. حاضر لعيون البوبي. يلا بقى ده شغل هترمي لي عظمه. ايوه. طب هيشتغل امتى ده؟ انا مش ثانيه واحده؟ لا. بس واضح ان هو الشغل ده. مع السلامة. مع السلامة انت يلا. أهلاً ومرحباً بك في برنامج العلاقات الزوجية. أهلاً بك يا ست الكل. يا قشطة. دلعينا بقى. دلعينا. الدخول إلى القائمة الرئيسية. أيوه. اضغط الرقم واحد. صحة أمك. ليه اضغط رقم واحد؟ اضغط فين أنا؟ يلا بقى يا أبويا. الله. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ يا للي للي للي. تعامل مع الهدف. درجة الشحن فول بطارية. يا جوز الخيل.
العربية سوق يا اسطى لحد الصبحية على راسي أنا وعناية يا بوبي كلك حنية السكر غلي في الجمعية ونحلو بإيه اللي لدي وشوية رز وشرعية كود الخيل والعربية انت فين يا لمبي؟ انا اللي جابني هنا اللي طلع في الدولاب يا راجل انا عارف ازاي الراس تحطلي برنامج طيران طب انزل طيب انا مش عارف اطلع لك طب فسحة اهو ايه السهولة دي هتعمل ايه يا راجل اسم الله عليك يا حبيبي لا اتزرع من هنا بنيلة ايه عمود الفكر باظ قوم قوم ايه قوم ايه يا نجلاء اسمع بقى يا راجل انت هلا طفي النور ولا مولع النور الصبح عمالين نطفي ولا في نور ولا حاجه بتحصل ما بالراحه طب يا نجلاء طيب بالراحه مش حلو الخطه دي مش حلو عليا ايه بتاع ايه اسالي امك عليها يعني الله يرحمك اكيد وصيتك بده بحنان ضع يدك على كتفها ضع يدك على كتفها ايوه كده لا يا عم المجانس ايه انا عارف ايه بس انا بنت بقى في بنات افكاري بتكلمني يا انت بنات افكارك اللي مقضيين معانا الليله يا بنت ده دي شويه بنات افكار يعني انت هتغير ان شلت عيال ولا ايه شو ده جاي برومانسيه امسك اذنها اهدى صبري وده ايه اصله ده يا بنت اهدى بقى ده الرومانسيه دي رومانسيكية يا بت اعملها ايه يا لحظة صرصور الودن غمض انت بس عيش اللحظة ايوه انت تتنفس انت هتغطاسي نازلة تغطاسي في مية قم بحركة عاطفية لولا بيا اه طيب عارفها نجي والنبي ما كنا رحنا السيرك احسن انا مش عارف ايه ده and now get close to here ترانسليشن البنات بتكلمني اقترب منها ايوه بس اقترب منها اكثر والان ها ضمها اليك ايوه ضمها اليك اكثر أو. فاكثر أو. اكثر ما هتتكسر كده هي اللي هتتكسر كده والان ايوه جيم اوفر احنا طمك انت بتشتغلني لا لا بقول لك ايه اسمع بقى يا راجل انت انا هتبس النهارده ولا مش هتبس في الليله دي والله معاك حق دوليه بنت كلب معفنه انا هوريك بقى ليله العشوائيات بتاعت عالم الزباله اللي هم اللي شبهنا نمامت خير يا سي الاستاذ فينك انت لحنن يا حبيبي لحنن الله عليك واني بشحت منيك ولا ايه؟ انا بشحت منيك مال ايه يا حنن دي؟ ايوه عيب عليك لما تكون في السن ده وتتسول تسول ده ايه؟ ليش بجاحه؟ بجاحه؟ شوفوكوا شغلانه روحوا اشتغل بواب ولا اشتغل اي حاجه انت ما تخبرش انا مين؟ مين يعني بروسلي ولا ايه؟ ايه بروسك دي؟ ايه بروسك دي؟ ايه الحاج انا بتكلم بالراحه؟ طل على وجهي يا ناس نيجي ليه يا حبيبي؟ يا عم انا ما شفتكش قبل كده غور أبي انت هتتنح ليه ولا ايه؟ هتتنح؟ وحد يعرف الراجل ده منين؟ انت منين؟ غور اعوذ بالله ماشي ماشي شحات ناسك موبايل بتغرروا بالناس عالم متسولين نفذ يا ولد نفذ لا يا دكتور ليه يا اسطى كده؟ ده انا هكرر الموضوع ده تاني النهارده الولاية مزعجة أوي اللي حاضر لا والله بسطتني هتخليني أضحك
لان انا في حاجه حضرتك، في حاجه يا حاج، في حاجه يا حاج، في حاجه، انت في حاجه، في ايه يا ولد؟ في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ اصبر والله احنا ما رايح طبيعي. على فكره انا ممكن اعمل بلاوي سودا، بس انا بقول بس ايه يعني الطيب احسن، عشان ايه اللي بيحصل ده افترى على البني ادمين. انت ما واخدش مني 5000 جنيه عشان تأجل القضية، وأجلتها الجلسة 9-9 الساعة 9. الله، هو أنت بتوع الجلسة بتاعت الساعة 9؟ والله حق أنا ما كنت فاضي، أنا كنت يعني عيان بعمل عملية. لك حق تكبر علينا بعد ما تساويرك ملت الجرانين وبقيت محامي متصيد. ابوس ايدك ولا متصيد ولا غيره، ده انا هتصيد وانا قاعد هنا. كنت فين انت؟ انا كنت بسطب. تتشطف؟ بسطب بسطب. احنا اللي هنشطفوك. انا محتاج الشطف يا جماعه. لعلمك بقى، ولا هتعرف تعمل معايا اي حاجه. عشان ايه؟ لان انا مفهم مراتي انك لا. إن أنا لو ما خرجتش من قلب هذا المكان في خلال صبع، خد بالك، صبع صبع ساعة هتولع الدنيا وهبلغ الحكومة والأمن الشرطة. خلصت خلاص. لجنة! إيه ده؟ إيه ده؟ الشاي يا جدي. ها؟ إيه ده مين دي؟ إيه ده أنت مين هان؟ أنت طالعة بمنظرين ولا إيه؟ بعد عنيها! اخوف ولا بعيد عنيها. بعيد عنيها. انا تعالي يا بنتي. ببص ايديها اخص عليكي كده. عرف نجلاء دي علشان تاجي معايا قلت لها اني حقتلك حقتلك مرتين واتجوزها ولدي عويس عويس. يا ابوي نزلنا عشان نتبين معاك. ما تعملش زيت تاني. انا مش عامل زيت اول مره. ما تعملش. اعبطوه. لا 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 لا. نزلوه. مراتها ايه؟ نزلوه. نزلوه. انت شغلت خدام هنا ومراتها. بس اخرس. حاضر. خلاص يا عم الحاج. اسيبك كيف يا كبيرنا. خلاص سيبه. ده بيتكلم ازاي ده؟ سيبه. ده حاج. حاج واحدة دي مراتي. ما تلمسهاش. ما انتش منقول من هنا الا على الجلسة. ومرتك دي ما انتش واخدها الا لما تجيب لي براءة ولدي. ادخلوا ادخلوا. الله ادخل. لو ناديت عليك تسيبيه وتاجي. حاضر يا جدي. هنجي لك احنا الاثنين، بس اقبلنا بقى على اي وضع. ارجع يا تني. وايه ضغط النهارده؟ ما تخافوش، ده السبوع بتاع ولد اخوي، فرصة تحضروه معانا. اقعد اقعد. ربنا يخلف عليك بالخلف الصالح يا ولدي. العب راحتك يا حلو وانت مين قدام.
في عينيك ومنورة خدة. يا رب عوض على اللي اتحرم وديه. اللي منك منك وانت منه يا عم، الشكل هو هو والدم هو الدم. اللي منك منك وانت منه يا عم، الشكل هو هو والدم هو الدم. قوم تملي بتدعي الدوار اللي حصلت فيه الجريمة ده أيوه. كان عليه نزاع من زمان بيننا وبين عيلة أبو حديدة. الدوار ده ملكنا احنا بالورق، لكن هم واخدينه وضع يد. كبرت في دماغ ولدي عبد الصمد. أيوه. وقال أنا حقعد في الدوار ده واللي يعرف يخرجني يفرجني. هذا اللي يعرف يخرجني يضربشني ايه؟ يخرجني يفرجني. حلو قوي. عيلة أبو حديدة اتلموا وهجموا على الدوار. ايوه. وهب
قامت العركة. أوبا. أمال إيه؟ أما بعد ما قال اللي يعرف ضربتني ضربتني. وقع فيها حنجل أبو حديدة قتيل على يد مين؟ ولدي عبد الصمد. ولدك عبد الصمد اللي هو اللي قالك اللي يعرف زغلطني ضربتني. اللي يعرف يخرجني يفرجني. ماشي أيوه. قدامي. أيوه بقى مين البطل الجديد؟ قدام 20 نفر من عيلة أبو حديدة. احنا ممكن ناخد الاوراق اللي بتاعت الحجج دي ونذهب بيها الى سياده القاضي ونروح مدينها له ونقول له يا سياده القاضي ده المتهم بريء يبقى هو كده كان في حاله دفاع عن النفس. لا لا ما انتش فاهمان. اخد ياخد الاكل وراح اقعد قعدنا. ما انتش فاهمان حاجه. ايه. احنا ما حضرناش اوراق للدوار دي. طب ايه اللي يثبت ودليلك ان المكان والارض والبيت ده الدوار بتاعكم؟ الحجج القديمه اللي من سنه 1920. يا نهار اسود، يعني تقريبا من بدايه الخليقه. بدايه خليقه ايه؟ لا موجوده في الدوار. في الدوار عنديهم هناك. ايه. طيب هو قول لي حاجه، انت اسم حضرتك ايه بالكامل وهدان ايه؟ وهدان حلقولو زيرو. طب اسم الجد؟ جلط. واللي بعده؟ ملت. ومن واسم اللي حلق لكم؟ بص يا حاج. راح فين انت؟ لا ابدا اصل انا بحب اعمل الحركه دي بعد الفطار عشان اهضم. تهضم ايه؟ اهضم البتاع ده. يعني هتاكل تاني؟ بص يا حاج. مجنون انت ولا مجنون؟ 10 مليون ليه؟ ليه يا اخويا ليه؟ الدوار بتاعنا والارض كمان بتاعتنا. طب حاول تثبت. ها؟ اثبت. مش انت بتقول الدوار بتاعنا و... اثبت اثبت ان الحاجات دي بتاعتك. اثبت كيف؟ ما الحجج عند الحدايده. طب ولا يجيب لك الحجج ده هتستخسر فيه 10 مليون جنيه؟ ايه؟ ما ينفعش. انت عارف ارضك تساوي كام دلوقتي؟ يعني اقول لك السعر كام حق وعدان. $22,750,018 قرش. باي عليك وعلى خلفوك. حسبتها كيف دي؟ لا حسبتها كيف ده وانت قاعد قدام محامي هافق ولا ايه؟ ده انا المحامي محامك. طلباتك. شيك مرصف ب 10 مليون جنيه. وخد بالك خد بالك يا حاج. مفيش وقت. خلاص الوقت قزح. والوقت كان قزح، إن لم تقزحه قزحك. مش هتروح تجيب محامي محنك زيي. إيه؟ فاحنا لازم تسمعني الوقت كلمة موافق عشان على أساسها أقدر أتصرف في هذه القضية الملعونة. موافق. على خيرة الله، يبقى احنا كده بقى نبتدي التنفيذ. دلوقتي احنا داخلين على معركة قوية جدا، داخلين على اعداء الوطن. واعداء الوطن يعني هم اللي بيهددوا ولادنا في قلب بيوتهم. فاحنا لازم ننتقم. بلادي 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 لك حبي وفؤادي. هجوم ورايا انا. خير يا بيه؟ في ايه؟ من صاحب الدوار ده؟
ده دور الحدايد يا بيه وانا كبيرهم. انت كبير الحدايد؟ ايوه بيه. اتنشروا اتنشروا، طلعوا كل اللي قدامكم في المكان. فهمني يا بيه ايه اللي بيحصل بالظبط. دلوقتي هنعرف يا كبير الحدايد ها مصر الجديده معلومه ليه دلوقتي. بالبانة موتها بتضايقني، تخيل بقى هعمل فيك ايه؟ ولا حركة بوشك اللي شكل أسرع عبدين ده. لقيت ايه يا عسكري انك ليه جوه في الدوار؟ مخدرات وسلاح وبجر. مش سامع. مخدرات وسلاح وبجر. اخيرا وقعت يا ابو حديده، هتاخد حكم مش اقل من 20 سنه قبل الميلاد. خلي بالك انت هتقع تحت طاوله القانون. انا كان نفسي اساعدك يا ابو حديده، تعرف لو البيت ده اساسا يعني في شك كده ان هو مش بيتكو، انا كنت ممكن اخرجك من القضيه كلها، انما للاسف القضية لبسك لبسك يا ابو حديدة. نفسي الاقي بس كده حاجة تقول ان ده مش بيتكم. معلش انا اسف يا ابو حديدة. هاتوا يا بيه البيت ده بيت عيلة وحدان يا بيه. اللي يثبت يا ابو حديدة الحجج يا ولد منك له الحجج. اه فين الحجج بقى؟ عشان انا نفسي اطلعك بريء اساسا. ايوه فين الحجج؟ اه يا بيه وريني كده، ده انا حوزع وحدان ده بدأ. اه يا بيه يا لهوي على ليلة وحدان السوداء. يلا رجالة بينا بينا على وهدان جيبوا اللي يلا اجري. وخلاصة القول يا سيادة الرئيس، بظهور الحجج التي تثبت ملكية الأرض والدار لموكلي حلقولو، فيصبح القتل دفاعا عن النفس. أليس من حقه أن يدافع عن شرفه وعرضه وحرمة بيته التي كانت عرضة لهذه الذئاب البشرية؟ سيد الرئيس، إن صدري قد اكتفى وأترك لعدالتكم الحكم. وشكرا سيادة الرئيس. وبعد الاطلاع على أوراق الدعوة ومستنداتها، حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم عبد الصمد وهدان حلقولو من التهمة المنسوبة إليه لتوافر حالة الدفاع الشرعي. رفعت الجلسة. الله اللي جابك هنا؟ وايه لبس الزفت اللي انت لابسه ده؟ انت جاي في ورشه؟ ايه اللي انت بتعمله ده اشرف؟ وبعدين 5000 جنيه اللي انت بتتكلم عليهم دول دلوقتي ابنك وابنك ايه وزفت ايه؟ هتسددهم ازاي ال 5000 جنيه دول؟ ده انت الجنيه بيطلع من جيبك بيتكتب له عمر جديد، جاي تسدد 5000 جنيه؟ بودك ايه؟ مش عايز اشوف وشك هنا باللبس اللي انت شايفه ده حلو يعني من وجهه نظرك، عايزك تخلع من الدار. يلا يلا. انت فين يا حبيبي؟ يا حبيبتي نادر بيجي هو ومراته عمالين يسالوا عليك من الصبح. والله تعال يلا.
طب لحظة واحدة وجاي لعملك. Have a nice time. Have a nice time. تفضل. يعني ما قلتليش انك عامل حفلة. ما جاش في بالي. معلش أمرنا دكتور. أمر. مش كان في بينا ميعاد النهاردة نقعد ونرتب هنعمل ايه في المؤتمر؟ مؤتمر؟ مؤتمر ايه؟ المؤتمر اللي هنعلن فيه تفاصيل التجربة. ايه ده؟ دول نص مليون جنيه. نص مليون جنيه تمن العمليه اللي انت عملتها. بتقالي ان انا مش هتاخد تمن عمليه في حياتك بالشكل ده، حتى لو عملت عمليه انتحاريه. انا مش عايز فلوس. انا عارف انت عايز ايه. انا عارف. انا عارف انت عايز ايه. بس ما ينفعش. هو ايه اللي ما ينفعش؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا دكتور احمد. يعني بعد ما لقيت صاحب اهم ناس في البلد واكبر شخصيات، اجد اليوم وليله اقول لهم انا القرد البوزديري اللي عمله الدكتور احمد الشراف في التجارب بتاعته؟ تعرف انا ممكن افحصك وبرضه هعمل مؤتمر ومن غيرك، وهعرض شريط صغير عن الليمبي بتاع زمان والليمبي بتاع النهارده اللي انا عملته. بص بقى يا دكتور، انا محمد شاطر وشاطر قوي، وانت عارف كده كويس، وكله بفضلك. والشيك ده كان تمن العملية اللي انت عملتها دي. بس خلي بالك، انا ممكن ألعبك بوساخة. قضية تترفع على دكتور عمل عملية المريض من غير موافقته، ساعتها شد من النقابة. ولا أقول لك على الكبيرة بقى، احنا نقدم الاوراق والمستندات والتراخيص المزوره بتاعت الدكتور احمد الشواف اللي اساسا باسم سندس البنداري. تهيألي ده فجون. اظن دي ايه العبقريه دي كلها؟ تحياتي. ده انت فكرت ورتبت كل حاجه تمام. وما عنديش استعداد ان انا اتنازل حتى عن الكرافته اللي انا لابسها. أقول لك على حاجة، نصيحة مني يعني، موضوع المؤتمر ده يا ريت تعمل له ديليت من دماغك. كنت مع مين بره؟ ها؟ لا كنت مع حد برضه يعني، كان في موضوع كده كنت بخلصه يعني. شغل برضه؟ انت مش قايل ان ده يومي؟ ايوه حبيبتي ما تزعليش. يا اهلا بيكم منورين بيتنا المتواضع، انا وحبيبه قلبي نوجة، ويا رب كده تحتفلوا بذكرى حبكم وانتوا في سن قد عدكم. Have a nice time. Have a nice time. هذا مصباح.
اسمعوا التانية دي، بقولك قفش واحد بلدياتنا في خلية إرهابية، وآخر عملية عملتها إيه؟ قال لهم البواسير. يعني باختصار عايز اقول لكم انا ومراتي حبيبه قلب نوجة بنرحب بيكم، بنقول لكم منورين منورين يا زباله يا كلاب يا اوباش يا حصاله المجتمع يا زراعه البني ادمين. اللي انت بتقوله ده يا لبي، اللي انت بتقوله ده، استنى انت، انا بعزمهم وباكلهم وبشربهم عشان خاطر ابقى كسر عينهم، ابقى حاطط ايدي بقهم عشان ابقى عمهم، ونعمل سوا احلى شغل ندوس بيه على المجتمع والناس الغلابه تحت رجلينا. كده غلط، كده غلط يا لمبي. فوق فوق يا حبيبي، فوق. مالك مالك يا حبيبي، مالك مالك؟ مراتي حبيبتي، عنو أطيب أجمل وأحلى ست في الدنيا، بس العلم والطب والدكاترة قالوا إن إحنا أمي إحنا مش ما ننفعش لبعض، مش هينفع نخلف. بس يا بس العيب مش فيها ولا في الأنف، محي محي اللي مراته كل شويه عماله تحبل وتلود تحبل وتلود تحبل وتلود، ما فضلش غير انها تبيض عشان تثبت له ان هي ست بجد. ايه يا جماعه، معلش انا اسفه جدا، هو شكله تقل في الشرب. محي مش عارف انت انت تخلف وعملها ليه؟ فيك احسن مني. انت فيك احسن مني يا محي، فلوس بقى عندي بدل الجنيه مليون، لبس احلى لبس، عربيات احلى عربيات، فيك زيادة عندي استكوزة وكلت وكابوريا و مالك مالك زعلش يا لمبي، حقك عليا يا نوجة. قول لي يا لمبي، انا ممكن اعمل لك ايه اكفر بيه عن ذنبي؟ قول لي نفسك في ايه؟ مش عايز فلوس، مش عايز اهز، مش عايز ولاد، عايز الرضا، ان ربنا يبقى راضي عليا، ابقى انا راضي، راضي باللي كتبهولي وقسمهولي من ساعة ما صحاني لحد ما هيموتني. اهلا بكم في برنامج العلاقات الزوجيه، للقائمه الرئيسيه اضغط رقم واحد، ولو عايز تبقى بني ادم بجد
تضغط على نفسك. ليه يا لمي؟ بتخبي علي أنا كل ده؟ ده أنا نوجة مراتك، يعني سترك يا أخي. ده أنا لو أبويا وأمي واقفين وجسمي تعرق قدامهم، أول واحد هجري استخبى في حضن هو أنت. والنبي كسبنا إيه؟ طب أنا كسبت إيه؟ كسبت راجل سرحان على طول، ما بينساش تواريخ أي مناسبة. وأقول لك على حاجة يا لمبي، برضه ما خلفنيش. ذقت طعم النعيم؟ مش عايزه، كفاية. أنا تعبت، تعبت من كتر الناس الغلابة اللي بدوس عليها، الناس الغلابة اللي كنت واحد منهم. ما أنت كنت عارف إنك هتبيع ضميرك وأهلك وناسك، وعامل مش واخد بالك. جاي النهاردة تدوس على الراجل اللي خدمك؟ تعد الايد اللي اتمدت لك بالخير؟ صدق فعلا انا واد خسيس وقليل الاصل وواد وسخ كمان قوي. ازاي ما حسيتش انا بالخير اللي انت بتقدمه لي بايديك؟ حسيتش دي ازاي؟ لما واحد يجي لي عشان عايز ياخد حق مش حقه وبجيبه له، ازاي ما خدتش بالي ان ده مش خير؟ وازاي ما خدتش بالي لما اروح اجيب واحد عشان خاطر يشهد شهادة ربنا زور يشهد بالله؟ خدتش بالي؟ ده يتسمى ايه ده يا دكتور بما انك محلل؟ ذكاء. والقانون لا يحمي المغفلين. قصدك لا يحمي الطيبين. الكلمة الوحيدة اللي ما بحبهاش في القانون من ساعة ما فهمت. القانون لا يحمي المغفلين. مع انه المفروض القانون يحمي الطيبين. عايز ترجع اللمبي بتاع زمان؟ تتنطط على المحاكم والقهاوي زي النسناس على شوية جنيهات؟ انت مش قادر تتخيل انا عملت منك ايه؟ آلة. آلة. حولتني الآلة. ابن آدم ما عندوش مشاعر ولا عنده قلب. يدوس على اي حد بجزمته. حافظ ارقام تواريخ ميلاد لناس مهمه عشان مصالح. مش عايزها. حافظ ارقام فلوس في البنوك برضه. مش عايزها. شيلها. فرمت الشريعة. مش من حقك يا مجنون يا غبي. انا اللي عملتك وانا الوحيد اللي قرر انت المشروع ده يقف.
وهتظهر في المؤتمر، ولو رفضت هضيعك، بس المره دي بفرس ملوش علاج وبتحط واحده على الكمبيوتر، وزي ما عملتك هعمل غيرك وهيبقى ملكي، ملكي انا. هتعمل ايه مجنون انت؟ هفرمطك هفرمطك وهعمل لك دول لوت وانزل لك برنامج دعاره في دماغك، اخليك تمشي تترقص في الشارع زي النسوان. فرمطني يا علبي، عشان لك الفيروس، خلاص عشان لك الفيروس. فرمطني اللي بيعه ليه؟ ارجع حطف. خليني اساعدك لمبي. حطف قلبك. انا اللي هشيل الشريحه، هشيل الشريحه بايديا، هشيلها بايديا عشان اعشوها. لا يا لمبي ما تشيلش الشريحه لمبي ارجوك. لا لمبي لمبي ارجوك. يلا يا حبيبي الماما اهو. يلا ماما مراته اهو. ماما مراته جه. جبنا سودا في ايه يا دودا؟ جبنا سودا في ايه يا دودا؟ جبنا سودا. طلع الفجر وسحب الليل والعصفور بربر. شايف القطة قاعدة هتفس قالت له بربر. منك منك وانت منه يا عم، الشكل هو هو والدم هو الدم.